إصابة مدني بقصف مسيرة للاحتلال التركي قرية حربل بريف حلب الشمالي شمال سوريا. الفصائل الإرهابية تفرض المزيد من الإتاوات على أهالي عفرين بسوريا وتقطع مئات الأشجار. الأردن يعلن مقتل مهربين وإحباط محاولة لإدخال كميات من المخدرات للبلاد قادمة من سوريا. إسرائيل تواصل هجومها البري في قطاع غزة وارتفاع حصيلة القتلى إلى 16248 شخصاً. الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مركز عسكري. مسؤولة أوروبية تحذر من خطر وقوع هجمات إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي خلال الأعياد. تعليق مفاوضات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع جراء خلافات على بعض المقترحات.